بلدك بحرية يا ريس سمر الشرقية. أنا إبراهيم عيسى من قرية الغجار هضبة الجولان، جيت لأقدم على برنامج نيو ستار، فكر إني بستحق. إذا عجبكم صوتي حب، وبتمنى إنه كل واحد بيشوفني وبيعجبه صوتي إنه يصوت لي، صوتوا لي. يا قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار. اسمي بلال حبيب الله، عمري 24 سنة. بتمنى تصوتوا لي إنه الحمد لله كيف بيحكوا لي الناس، وكيف أنا واثق من نفسي إنه في صوت أو خامس صوت اللي بتقدر تفوت بالمجال هذا، المجال الفني. يعني بتمنى أن تصوتوا لي وتقفوا حدي، وشكرا كثير. بنور صباح وانت انت. انا عبير عيد من يافة الناصرة، اجيت عاد البرنامج عشان ابرز موهبة صوتي وقدراته. بتمنى انه تصوتوا لي وتحبوا صوتي، شكرا. رحلك من صوب مشوار، وسلم لي على الحبايب. مرحبا، اسمي شيرين جروش من الناصرة، عمري 24 سنة. بالنسبة لي هاي محاولتي الأولى بالغناء، وأنا صغيرة بحب أغني وصوت حلو، وإذا حبيتوني صوتي. لوحات الله راسمة. مرحبا، أنا يحيى سليمان من الناصرة، عمري 21 سنة. دخلت مسابقة نيو ستار، وإذا ممكن صوتولي صوتولي، وبحبك كلياتك واتمنى انك تصوتولي. قبل ما بشوفك عيني. مرحبا، انا اسمي اشرف عبد الله عطيه من القدس، عمري 26 سنه، وانا متشجع لهالبرنامج. انا بتمنى لكل الحاضرين والموجودين في هالبرنامج الحلو يو ستار، إن شاء الله الكل يتوفق، وبرضه كلنا مع بعض نتوفق، والله يوفقنا إن شاء الله. وابعد عن حياتي لا تبعد سلام. اسمي كاترين حبيب من جديدة المكار، عمري 17 سنة. بفكر إنه هاي فرصة كتير منيحة لأنه تبين المواهب الموجودة بالمجتمع العربي، وبتمنى إنكم تصوتوا لي. أقرب من أحساس القلب، أقرب من. مرحبا لكل المشاهدين، اسمي ونس شحادة من عبلين، عمري 23 سنة. أنا كتير بحب أغني، بترجاكم بحياتكم صوتوا لي كتير عشان تشوفوني المراحل القادمة إن شاء الله. يسلموا كتير، صوتوا لي بحياتكم، صوتوا لي. كلن عم بيصلوا يا عم سلام. مرحبا جمهور العزيز، أنا جواد سرور من قرية عربون الجلالية في الجليل، طبعا عمري 28 سنة، وبتمنى صوتي يعجبكم كتير وتصوتولي، والله يخليكم وشكرا لكم، صوتولي حبايبي، شكرا. خي حبيبي لقاسي لي يا خي. أنا اسمي الياس حزان من قرية أبو سنان بالشمال، عمري 31 سنة. بحب الغناء كتير فوق ما أي حدا بتصور، وفي عندي كتير إشي حلو أقدمه على القليلة اللي حوالي هيك بقولوا لي، وبتمنى إنه تصوتوا لي، فصوتوا لي. عذبنا يطل علينا شنهار يا مولى إنه كاتبنا. أنا إياد طنوس من المغار، عمري 22 سنة. أنا بحاجة لأصواتكم عشان أنا حابب كثير أكمل في المراحل الباقية، وبدعمكم وبدعم أصواتكم راح أكمل إن شاء الله في المراحل الباقية. وإذا عجبكم صوتي وعجبتكم صوتوا لي، وإذا ما عجبتكوش بنفع برضه تصوتوا لي، شكرا. مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا، مش لحد تاني. أنا بخليل من البعنة، عمري 18 سنة. أكيد سمعتوا صوتي، وأكيد يعني اللي بيستحلي يصوت لي ويكون ممنونه. وأنا لسه حبيبي بعيش خلاص وبقول يا ريت. أنا شادو عمر من زامر، من قرية زامر، عمري 17 سنة. الغناء هو حياتي، وأنا من صغير وأنا أحلم إني أغني قدام ملايين الناس على التلفزيون، هذا حلمي،
مش راح يتحقق إلا بأصواتكم، وهذا جميل ما راح أنسى طول عمري إنه في ناس ساندوني وقفوا معي وأنا أصواتكم بدي إياها، فما تبخلوش علي. ظلم الحب اللي كل أصحابه مسيناكم مسيناكي مسيناكم مسونا عالبواب لقونا ونزقفتوا كتير كتير وبتكونوا بتحبونا ونزقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا. صوتولي أنا اسمي ريهام جبارة من الطيبة عمري 22 سنة. إن شاء الله صوتي عجبكم يا رب إن شاء الله دائما، وبتمنى أنكم تصوتولي لأنه إن شاء الله إني ببكى أكون عكد اللقب نيو ستايل وعكد الحمل. شكرا كتير. أسبوع لأيام لساعات. مرحبا للجميع، اسمي مهران راضي عمري 27 سنة. بتمنى أغلب الناس وخصوصا اللي بيعرفوني كلاعب كرة قدم يطلع علي كإنسان اللي بدي يغني مش كلاعب كرة قدم معروف، يحكموا علي حسب صوتي. وبتمنى إنه اللي بيعجبه صوتي فعلا يصوت لي ويساعدنا عشان نمر للمرحلة القادمة. أزهار زينها الغوام. أمير دندن من مجد الكروم، أنا من عائلة فنية، أبوي الفنان خالد دندن. ما بحب أمدح في نفسي كتير، بعشق الفن وإن شاء الله محابب أكمل تعليم موسيقى بالجامعة، أدرس موسيقى بالجامعة، وبتأمل إنه تصوتوا لي. شكرا لكم كتير. دموع في منديلك علي جرى. مرحبا، اسمي سليم خليل نعبلين عمري 18 سنة. بفكر إنه سمعت صوتي وإذا بستحق أطلقه من أكون نيو ستار فبتأمل تصوتوا لي وشكرا. القرار بإيديكو، هو التصويت لإلكو. 55% هي نسبتكو، كثفوا تصويتكو للمشترك المفضل عندكو وبإمكانكو انت حققوله حلمه وإنه يكون نيو ستار.